وسهلا بيكم. نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي الخبز من النمسا مع الكريم باتيسير. ومقادير الخبز: 100 مللتر لبن دافي، 250 جرام دقيق، 50 جرام سكر، 10 جرام خميرة، 50 جرام زبدة، 2 صفار بيض، ملح وبشر 1 ليمونة. بالنسبة للكريم باتيسير عندنا 4 صفار بيض، 150 مللتر لبن، 150 مللتر كريمة، 75 جرام سكر، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 30 جرام نشا، 30 جرام دقيق. أما التوبينج هيكون سكر بودرة. هنبتدي بالخبز أو عجينة الخبز. هنحط الخميرة وهنحط معها شوية سكر ومعاهم اللبن الدافي. وطبعا هنسيبهم لحد الخميرة ما تبتدي تطلع ثاني أكسيد الكربون. وما حطناش طبعا السكر كله علشان ما يبقاش غازة زيادة للخميرة وهي ما تموتش من كتر الأكل. وفي العادي مفروض نستنى لمدة 5 دقايق أو 10 دقايق لحد الخميرة ما تطلع ثاني أكسيد الكربون، ولكن دلوقتي طبعا هنحط على طول. هنبتدي بإضافة الدقيق وبقية السكر، بشر الليمون، البيض، وآخر حاجتين دايما بنحطهم هي الدهون من أي نوع. لأن الدهون مش بتساعد الخميرة إنها تطلع ثاني أكسيد الكربون أو ممكن حتى تموتها. هي والملح لهم نفس التأثير عليها لو لمسوها على طول مباشرة، لكن لو اختلطوا بمية المقادير أوكي ما بيبقاش لهم نفس التأثير ده عليها، فبنحطهم آخر حاجة خالص وبعدين بنبتدي نخلطهم معاها، فده بيبقى أوكي بالنسبة للخميرة فبنحطهم فوق الوش. ودلوقتي نبتدي نخلط عجينة الخبز. العجينة كده تقريبا جاهزة. هي طبعا لسه محتاجة تتعجن أكتر من كده، لكن هي بتبقى عجينة طرية بالشكل ده، لكن مش بتلزق. وطبعا بعد ما تتعجن لمدة 5 دقايق كمان بنطلعها ونغطيها ونسيبها تخمر لحد ما تتضاعف في الحجم، وبعد كده بنقدر نشكلها زي ما هنشوف كمان شوية. بس الأول قبل ما نشكلها احنا محتاجين نعمل الكريم باتيسير اللي هنحشيها بيها، فدلوقتي نبتدي نعمله مع بعض. هنحط اللبن والكريمة في الحلة وهنجيب صفار البيض والفانيليا والسكر ونضربهم مع بعض، وبعدين هنضيف لهم الدقيق والنشا. ودلوقتي الكريمة بتغلي، هنحط نصها على خليط البيض والسكر والنشا والدقيق ونقلب
وبعدين نرجعهم. الحلة تاني وهنرجعهم على النار ونقلب بسرعة لحد أول فقاعات هواء ما تبان والكريم باتيسير يبتدي يتخن كده، يبقى جاهز على طول. في بول نظيف، دي العجين بعد ما خمرت، ودلوقتي نبتدي نشكلها. طبعا لو عايزينها قطع متساوية بالظبط لازم نوزنها على الميزان عشان يطلعوا قد بعض بالظبط، ونبتدي نفرد واحدة واحدة. نحط كريم باتيسير ونقفل عليها. نتأكد ان مفيش اي فتحات ونقلبها ونبتدي نكور العيش. وبعد كده هندخلهم الفرن على درجة حرارة 180 او 190 بالكتير، وهنسيبهم لحد ما يبقى لونهم لون يعني بني ذهبي محمر كده. ودلوقتي اشيل دول ونجيب الجاهزين، وده بيبقى شكلهم لما بيطلعوا من الفرن. واخر حاجة بنعملها ان احنا بنرش عليهم سكر بودره.